اختراع غريب 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 مريب، بيغير شكلنا خالص ويخلي عندك نضارة ولا حقن ولا فيلرز ولا حاجة خالص. ايه اللي بيحصل؟ نرحب الاول بدودو. دعاء كمال، انت منوره الدنيا كلها. اهلا وسهلا، ازيك؟ وبشكر من المره اللي فاتت عندنا نفس المشكله، ها، في النطق. الوندرا 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 ايجيبت، بالظبط كده، صح كده؟ الوندرا ايجيبت. ايوه. ايه موضوع الفامباير؟ الستات هيقلبوا فامبايرز ولا؟ بصي، الزومبي اسمه زومبي. تمام. ده تريتمنت متكامله بتقدمها الوندرا ايجيبت والوندرا اكاديمي. احنا الوحيدين اللي عندنا التريتمنت دي في مصر. حصل. اوكي، بنسافر بره عشان نتعلم التكنيكس ده ونيجي نطبقه هنا في مصر. ايه هو الزومبي ماسك؟ هو مبدئيا او باختصار تريتمنت بديله للفيلر، بديله للبوتوكس، بديله للثريد. اوكي. للخيوط. للخيوط. في ناس عندها فوبيا من الانجكشن، ما بتحبش تحقن، فمش هنظلم الناس دي ونسيبها كده عايشه من غير الحاجات دي. فجبنا لها جبنا لها التريتمنت دي او الاختراع ده علشان خاطر يعمل ليفتنج للبشره. الموضوع بيشتغل مش على مش وانت بتشتغلي بقى اشرحي لنا كده. احنا معانا ست هدايا من الوندرا ايجيبت، اتنين زومبي اتنين زومبي واربعه فيس ليفتنج، اللي هو الجلسه اللي بترفعي بيها وش حضرتك برضو من غير حق. من غير حق. حلو قوي. احنا بديل، احنا بديل الحق. احنا برضو عاملين حاجه غريبه جدا. احنا معانا، احنا دلوقتي هتشوفوا الزومبي. احنا يعني مش احنا اللي هنخلي الستات زومبي، هو ال 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 الماسك اسمه زومبي، بس عشان يبقى ايه، احنا الوندرا ايجيبت هي اللي عامله الكلام ده، هي اللي عامله الاسم ده. خلاص تمام. هتشوفوا بقى حاجه دلوقتي ولا سحر ولا شعوذه. الموضوع يا جماعه بيشتغل مش سوبرفيشال او ان هو جاست ماسك بيتحط على السكن. الموضوع بيشتغل على حاجه اسمها الليمفاتيك درينج او الاوعيه الليمفاويه بتاعتنا. بعد السيشن الناس بتخاف من الشكل، بنلاقي فيه احمرار شديد جدا جدا في منطقه الديكولتيه والرقبه والفيس نفسه. ده نتيجه تدفق الدم في الاوعيه الليمفاويه بتاعتنا، وده ما بيحصلش بالسهوله دي ابدا الا مع الجلسه دي. بنشيل اي توكسنز او اي سموم بتبقى عائق ان الاكسجين والدم يوصل للبشره بالسلاسه دي. اوكي. فيدينا نضاره، بلس ان هو كمان بيشتغل على الماسلز بتاعه البشره، يعني بيعمل انقباض البشره، بيعمل لها انقباض. الموضوع بتحس ان هي كانها عامله بوتوكس بالظبط في بشرتها. بصوا يا جماعه اللي هيحصل دلوقتي، احنا عاملين حاجه غريبه جدا. احنا والوندرا ايجيبت حصريا فقط. هنلاقي في حاجه اسمها الليمفاتيك، او سوري، في حاجه اسمها بلازماتيك افكت، دي هنشوفها بعد الماسك ما بينشف. ده الاحمرار والاوعيه الدمويه بتبقى مليانه بالاكسجين والدم، فبيدينا الاحمرار ده. وده يا جماعه مش مؤلم، لان الناس بتخاف من شكله. مزبوط. هو مش مؤلم خالص، كان يعني كان الشرايين بتاعتنا بس فيها تدفق شديد في الدم. بالظبط. ده مفروض الشكل اللي احنا هنشوفه. احنا طبعا معانا حد تاني برضو عشان احنا عاملين حكاية غريبة جدا. المفروض بيقعد فترة اطول من كده، ففي وقت الحلقة مش هيسمح لنا. لا، انا بسأل العروق اللي هتطلع فجأة دي والاحمرار والزومبي، وحس ان انا قدامي واحدة زومبي. بالظبط. بيقعد قد ايه الشكل ده؟ 20 دقيقة وبيروح. تلت ساعة. بالظبط. طيب. مفيش ألم. احنا البنوتة اللي معانا هنا دلوقتي هي اللي احنا كنا حاطين لها الماسك بالفعل قبل الحلقة، عشان هو لازم يقعد 40 دقيقة. هي احمرت خلاص يعني؟ خلاص. احنا كده هنشيل قدام المشاهدين، هنشيل الماسك دلوقتي. ها. تمام. ها. لحظة واحدة. ممكن تقومي؟ احنا ممكن نقوم. مش عايزه حد يتخض، مش عايزه حد يتخض. ممكن نحط الصوره لحد ما نبدل؟ مش عايزه حد يتخض يا جماعه، انا مش عايزه حد يتخض. ده اختراع الستات دلوقتي بتعمله. انا مش عايزه حد يتخض، انا هحط الصوره لحد ما اجيب الموديل الثانيه اللي عملت نفس الحكايه من الوندرا ايجيبت، وهنشوفها دلوقتي حالا على الهوا. حطوا الصوره يا جماعه لو سمحتوا. ثانيه واحده. حطوا الصوره. تعالي. ترتاحي.
يا دعاء. ده شكل الماسك بعد ما بينشف. نقدر نشوف دلوقتي شكل الماسك بعد ما نشف. تمام، عايز كده الكاميرا مبينه. طبعا اهم حاجه بعد ما نشيل الماسك، فانا على يعني بسرعه كده هنشيل جزء منه لو قدرنا نشيله كله ونشوف البلازماتيك افكت اللي انا كنت بتكلم عليه. ايه دي بس عشان احنا عايزين نشوف. ايوه الماسك المفروض ان هو بيقعد اكتر من كده. الماسك ده بيعرق صح كده؟ لا مفيش عرق خالص. لا مش قصدي عرق، بيعرق اللي هو زومبي العروق قصدك. بالظبط بالظبط، البلازماتيك افكت او اللي هي كانه عروق كلها طلعت. طبعا ده بروتوكول ليه يعني دراسه علميه، لازم يعني احنا بنقعد اسبوع مثلا ندرسه في الاكاديمي عشان الناس تفهم الكونسبت بتاعه، مش حته ماسك بيتحط وخلاص، لان كمان في بروتوكول قبله وفي بروتوكول بعده. انا اتفقت معاهم ان انا هعمله. لازم تيجي تعمليه. هعمله. اي حد بيخاف من الفيلر والبوتوكس او اي انجكشن ده بديل بالنسبه له، هيدي نضاره، هيعالج مشاكل زي البيجمنتيشن او التصبغات، هيعمل ليفتنج للبشره. هل هي اضرار او اثار جانبيه؟ خالص، اي حد يقدر يعمله. اي حد؟ اي حد. اي عمر؟ اي عمر. حد عنده السكر؟ حد عنده مفيش الضغط؟ اي مشكله خالص. واحده حامل او بترضع؟ دايما ما بنحبش نشتغل على حوامل او اي حاجه في الدنيا ما بنحبش نشتغل على حوامل عشان المناعه بتاعتها. اوكي. وعلشان الهرمونز بتاعتها ما تبقاش مظبوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا دلوقتي هندخل هدايا حالا على التليفون. حاضر، اخد اكتر او اكبر قدر ممكن من الوندرا ايجيبت. 2 زومبي زي ما احنا شايفين و4 فيس ليفتنج او الجلسه اللي بترفع وشك تماما، وكلهم احنا لو نعرف نقرب 6 جلسات لست ستات او 6 بنات مختلفه من الوندرا ايجيبت. مش عارفه الكاميرا مبينه الاحتمال مبينه يعني باين. طبعا ده مش مؤلم، انت حاسه بحاجه؟ يا نهار ابيض. اوعيك اوعيك اوعيك. ايوه مفيش اي الم خالص. شايفين الـ الاوعيه الدمويه بتاعتنا واللمفز الموجوده في البشره، ده كل ده الدم والاكسجين وصل للبشره بطريقه يعني هايله جدا جدا جدا. الكولاجين بتاعنا هيتحسن، الالاستين، اي مشاكل في البشره نقدر نحلها ان شاء الله بالزومبي تريتمنت. هيعمل ليفتنج للبشره ايميديتلي، هتشوف السيشن والبوعه بتخف، كل حاجه دي. الاحمرار ده كله هيروح بعد 20 دقيقه. 20 دقيقه احنا مش هنقعد، مش هينفع نقعد 20 دقيقه طبعا. يعني الجلسه كلها ممكن تعمل ساعه ونص بالظبط. تصحى من الجلسه تبص تلاقي الحياه تانية خالص. احنا ممكن بقى دلوقتي ننزل الصور برضو دي الـ 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 الحالات اللي عملت عند الوندرا ايجيبت الزومبي، اختراع الزومبي اللي بيفيد جدا البشره ما قبل وما بعد. بصوا دي ماسلز، احنا كده بنشتغل على عضلات فوري فورا. تجاعيد كلها شايفين تجاعيد راحت، عمل ليفتنج للبشره كانها عملت شد. ويقعد قد ايه تاثير؟ يقعد قد ايه؟ لا بيقعد فتره طويله. هو الميزه بتاعته ان هو مش زي الفيلر او البوتوكس كل شهرين تجديد. يا نهار ابيض. لا بيقعد معاكي فتره طويله جدا. يا نهار ابيض. فبروتوكول هايل جدا جدا واختراع. انا وروني الصور اتهبلت. لازم هتجربيه. ايه ده ازاي يعني؟ دي قبل وبعد. ازاي؟ دي صغرتها تقريبا 20 سنه بعد اول جلسه، يعني حد كبير في السن بس وشها خلاص يعني كانها فعلا ايميديتلي عامله بوتوكس في وشها او عامله ليفتنج. اخد اول اتصال معايا. ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ايمان؟ الحمد لله تمام. هتعملي الزومبي؟ تمام. جاهزه للزومبي؟ جاهزه. احنا هنقلبنا زومبي بقى كمان يعني مش كده، لا زومبي كمان. اكيد جاهزه. ايمان هتعملي الجلسه مع الوندرا ايجيبت وتقولي لنا هتبعتي لنا على الصفحه تقولي لنا النتيجه كانت ايه. امانه. اكيد اكيد. مبروك علينا يا ايموز، اول هديه واول جلسه زومبي. هيقول علينا بوزع جلسات زومبي، ده بخلي الستات تبقى زومبي من الوندرا ايجيبت. خليك معايا، اللي بياخدوا بياناتك في كنترول. وديتوها فين الصوره؟ وديتوها فين؟ ده عايز اوري الستات والبنات الحياه. بص اللي هنا عامله ازاي؟ فالموضوع يعني اللي قبليها، انا عايزه الصوره اللي قبليها.
دي ازاي؟ دي من جلسه واحده؟ دي جلسه واحده. كل الكرمشه دي راحت من جلسه واحده؟ احنا بنشتغل على العضلات كمان، يعني الموضوع مش بس سكان خارجيه، احنا بنشتغل على العضلات. طبعا هو كورس يا جماعه، انا عشان اشرح تفاصيله احنا محتاجين اسبوع، عشان احنا بندرسه في اسبوع علشان ناس تفهم. كام جلسه؟ كام جلسه دي انت على حسب السكن نفسها محتاجه كام جلسه، يعني انا ما اقدرش. والوقت ما بينهم قد ايه؟ ممكن في حالات اقدر اعملها كل اسبوعين، وفي حالات ممكن شهر. شهر بيدبنس على السكن نفسها. ناخد فاطمه. يا فاطمه. الو، ازيك يا بطه؟ اهلا. انا لسه عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله. عايزه زومبي ولا عايزه ترفعي وشك فوق؟ لا عايزه ارفع لان وشي فيه تجاعيد. يا حبيب قلبي انت قمر، خليك معايا. ياخدوا بياناتك في الكنترول. مبروك علينا يا بطه، اول جلسه رفع للوجه من لندرا ايجيبت. يبقى احنا كده خدنا واحد زومبي وواحد رفع وش. ممكن اخد تليفون كمان، وهعتذر للمشاهدات حبايبنا وبناتنا. هنحول دلوقتي المنشور بتاع لندرا ايجيبت وبتاع دعاء على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، عشان ندي بقيه الهدايا، لان للاسف الوقت ازف. انت بتعملي ايه؟ انا بشيل بقى اثر الماسك ده. طب انا مش شايفه كويس، هي لسه الزوم الاحمرار لسه موجود. لو نقدر الكاميرا تفوكس اكتر هتشوفي. ما انا ما بشوفش يا بنتي. يعني حاولي تحركي وشك كده شويه او تنزلي. موجوده اهو، لسه الحته دي كلها فيها لسه احمرار. طب والحموم، كلميني عن الحموم. هينفع تستحمى على طول بميه سخنه ولا لا؟ هو اول يوم ممنوع حاجات معينه، هيبقى في بروتوكول معين بعد الجلسه، بس البروتوكول سهل وبسيط، يعني مش الموانع اللي هي تخليني ما اقدرش اخرج من البيت، لا عادي جدا. لو في واحده عندها حبوب كتير، حب الشباب، نعالج الاكني بالزومبي ماسك. بيعالج يعني انا عايزه، مش عايزه بس اقول ان هو بيعالج كل حاجه، بس هو فعليا 90% من اي مشاكل موجوده في البشره هو بيعالجها. السؤال الاخير يا دعاء، بالنسبه للمراهقات او البناتيت الصغيره اللي الحبوب بتبتدي تطلع لها في خلاص في المرحله دي، بتلاقي البنات عندهم حاجات في وشهم، ممكن تلاقي في ايديهم، ممكن تلاقي في ظهرهم. هو بيتعمل على كل حته في الجسم على فكره، يعني ممكن اعمله للظهر. في ناس عندها مشاكل اكني كتير جدا في ظهرها، صح؟ اقدر اعمله على الظهر. في من الناس عندها ترهلات في منطقه الرجل، اقدر اعمله على الرجل. فالموضوع بيعمل ايه في الترهلات؟ يشد الجلد زي ما بيشد الجلد بتاعه البشره، يشد الجلد اللي موجود في الرجل. لا. يعني هو نفس الكونسبت، بس اعمله في اي حته فيها مشكله في الجسم. ده هيبقوا مش صحابي عادي. ايوه احنا بنقول موضوع. انا هقعد اعمل يعني الزومبي ده وانا اساسا مش مستحمله، انا زومبي في نفسي، فهبقى بقى اسم على مسمى، ماشيه زومبي وبتكلم زومبي وبتعامل زومبي. شايفين الاحمرار؟ شفت باين دلوقتي في الجنب ده قوي، مش مؤلم يا جماعه خالص، هي يعني مش حاسه باي حاجه. انت مش متالمه؟ لا قولي الامانه علشان ها؟ هو بس حاسه شويه بيحرق شويه، بس مش بسيط ده يعني. عادي جدا. حراره معايا مين؟ زي بعد تنظيف البشره. يا ساره. يا ساره. يا ساره. الو، ازيك يا صرصوره؟ الو، ازيك يا صرصوره؟ الحمد لله كويسه. عايزه زومبي ولا ترفعي وشك؟ لا ماسك زومبي. ماسك زومبي يا واحد، ماسك زومبي عند ساره هنا. مبروك يا صرصوره علينا تاني ماسك زومبي من لندرا ايجيبت. بشكر لندرا. طب هاخد جهاد عشان جهاد بقى كتير على التليفون. يا جهاد. ايوه. الو، رافع وش يا جهاد. أيوة. فيس ليفتنج. بحبك قوي بجد يا رضوى. عادي بوسه. مبروك علينا رابع هديه من لندرا ايجيبت. خليكي معايا جوجو، ياخدوا بقيتك في الكنترول. هحول حالا بقيه الهدايا بتاعتنا على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. وبشكر لندرا ايجيبت على هذا الاختراع اللي انا شخصيا ان شاء الله باذن الله هجربه. لو بحط ميك اب، لو انا بطلع الهواء يوم الخميس المفروض اعمل ده امتى؟ الاربعاء. دلوقتي نورت الدنيا كلها. جزيل شكر ليك والله العظيم واصحابي الانجيم. بنتي عزت وبناتي الحبيبات، بعد الفاصل ضيف غالي على لبنى كلنا، على قلبي وقلب البرنامج، كلنا بنعزه ونحترمه ونحبه، وانتوا كمان تحبوه وتحبوا كلامه جدا. استنونا وهي وبس.